حيدر التميمي. حيدر موجود؟ حيدر شلونك؟ ألف الأستاذ، السلام عليكم. عليكم السلام حيدر. قبل لا أسولف وياك أنا على الهواء أشكرك نعم. جدا لأن أنت تقول علي أنا كذاب وكلاوتشي. ليش؟ من حق أستاذ. أي ليش؟ ليش من حق أي؟ لا شتك هواية وما رديت علي. أنت قصر لك من داز الرسالة حيدر. صار تقريبا أكثر من شهرين أنا مراسك يا أنت تعرف مجد. يا حيدر أنا أتحمل حتى العراقيين إذا يقسون علي أنا أتحمل ذول أهلي وشعبي وأقدر ظروف الناس، بس تعرف يا حيدر حتى يكون واضح واضح عندك أنا عندي آلاف الرسائل وما أقدر أخذ غير 6-7 مناشدات بالأسبوع، فمرات يا ابن الناس علينا أن نتعامل باحترام مع بعضنا البعض، ما يصير هذا القذف وهذا السب وعدم احترام الآخر، ما يصير بهاي الطريقة ابن الناس. مو أستاذنا الغالي أنت أخويا كبير، بس إحنا اليوم ما عندنا غيرك. أنت ذا أخوك الكبير هيك تهينه، لا ذا أخوك الصغير شو تسوي بي؟ تسوي أربع رهاب؟ لا لا عموما حيدر لا أستاذ أنا من حقي ما يخالف حيدر من حقي لأن الظرف اللي أنا مار بيه ما مر على كل مواطن عراقي من صار العراق لهذا اليوم. هسه مشكلتك ويا التقاعد العسكري شنو؟ بسيطة، أنا قلب والدة تحمل الله يسلمك. اي وآسف أنا جدا. لا حبيبي توكل بالله. أستاذنا الغالي قبل سنة تقريبا ناشدتك بهذا الموضوع. اي فورا يومين اتصل بي نقيب على يقول أنا مدير مكتب الناطق الرسمي لوزارة الدفاع يحيى رسول. مو دزيتك ليحيى رسول؟ اي اتصلوا بي نعم ورحت لالتقيت بيه قال ان شاء الله ودزوا له صور اللقاء يوم يوم. استاذنا الغالي قال لي ان شاء الله يومين ونتصل بيك. قمت اتصل عليه ما يرد. زين ورا فترة انه بسبع ايام 10 ايام رد علي قال اخي انا والدتي مريضة وبعدين اتصل علي. هذا منو اللي قال لك هيك؟ هذا مدير مكتب يدعي بانه هو مدير مكتب الناطق الرسمي لوزارة الدفاع مال يحيى رسول. زين ما استجابوا ما دزوا علي. وهسه يا استاذ نجي من 2015 لحد هسه طبيت بمطب وما بعرف شلون اطلع منه. لا اخويا هسه تقول لي قضيتك بالتقاعد العسكري ويا بالتقاعد العسكري ما بيحل هذا الموضوع. شنو موضوعك؟ يقول موضوع التشابه اسماء. ايش قصر لتشابه الاسماء؟ علي قايد من الكتب رسالت لك اياها يا استاذ نجم من 2015 من 26/1 لهذا اليوم. التقاعد العسكري شو طوق جواب؟ ايش قالوا لك؟ ما اعطوني. يقول جيب لي كتاب رسمي. قلت له هاي الكتب الرسميه. يقول يجي المامور عندنا بريد احنا ما نستقبل باليد. انا راح اخابر لك مدير التقاعد العسكري واحكي وياه. ماشي زين ارجع انا بتقاعد الحشد. انت على الحشد لو راس كبير. انت على الحشد لو وين؟ لا هو استشهد على الحشد واستلم راتبه بودره لحد هسه واستلمت قطعه ارض باقي بس يطلعوا تقاعد. اجي على ابو التقاعد الحشد يشمرنا على ابو القسم العسكري ذاك يشمرنا. انت منو يقول لك انت منو قال لك شغلتك بالتقاعد العسكري؟ ابو الحشد تقاعد الحشد. زين ليش ما يمشونها من يم الحشد؟ يقول عنده قيد بالتقاعد قسم العسكري ما زيونا رحت لهم ما انطوني يعني لا ما حصلت نتيجه منهم. ماشي ارجع على ابو الحشيد. ارجع على ابو الحشيد يقول لي راد لك اصماخ كبير. زين احنا ندري بهم هي كلها اصماختهم كبار انا من الروح. استاذ نجم ابو الحشيد منو هذا اللي يقول لك راد لك اصماخ كبير؟ ليش شو عندك جريمه انت؟ انت ابنك شهيد تريد له تقاعد؟ اسميه ثياب الاسم حسين المياحي. شو يشتغل حسين المياحي؟ مدير تقاعد مال الحشد. هسه تعال التقاعد مالت الحشد يا ابا اخوان بالحشد الشعبي هذا رجال انا المره الثانيه اخذه.
وقلت له يا أخي يحيى رسول هسه أنت قدامك طلعوني كلاوتي وطلعوني كذاب، أما تردون تستقبلون الناس فخل طلع عليكم، ما تردون تستقبلوهم لا تطوهم مواعيد، لا تطوهم مواعيد أرجوك أستاذنا، أرجوك يعني أستاذنا الغالي مشاكل الناس الغالي. إحنا ما جاي نشتغل بيها، ما جاي نتاجر بمشاكل الناس، تردون المواطن تحترمون المواطن وتقدرون المواطن وتقول له تعال هسه لاخ أمه مريضة ماكو غيره ماكو غيره ماكو ناس ترعى هذا الموضوع، ما اتصلت علي البنية وانطيتها رقم التليفون وراح كتاب للتقاعد للحشد يستحق ولا يستحق؟ هسه وشنو راد الاصماخ اصماخ كبير، هو ابنه شهيد يريد له تقاعد عسكري.